ريفيو خاص بآي 11، السماعة الآي 11 الايربود من موقع اوكازيون. استأذنكم في لايك وسبسكرايب للقناة، وأي اقتراح منكم على الكومنتات ورأيك في الفيديو اللي بنقدمه. السماعة في منها كذا جودة في السوق، فاحنا بنقدم لكم أعلى جودة بأقل سعر والتجربة قبل الشراء. أول حاجة بنفتح فيها البوكس بنلاقي السماعات في البوكس بتاعها، تمام، ده شكلها على الطبيعة. سماعات طبعا تاتش أول ميزة فيها، تمام، وهنلاقي وصلة الشحن بتاعتها اللايتنج، تمام، والكتالوج. طيب خلينا نتكلم عن السماعة شوية. شكل البوكس لطيف، يعني شكله كويس جدا، تمام. منفذ الشحن من هنا لايتنج، تمام. نطلع مع بعض السماعات ونفرجها لكم على الطبيعة. طبعا أول ما بتطلع بتشتغل، تعمل كونكت. ده شكل السماعة شبه سماعات الايفون بالظبط، يعني في الشكل تحفة. والميزة انها تشتغل تاتش، تمام، صوتها قوي، تشتغل على اي موبايل، تشتغل على اي موبايل سواء اندرويد او ايفون، اي موبايل. تعمل كونكت بلوتوث، الاتنين بيشتغلوا مع بعض في المكالمات وفي الاغاني. الاتنين كل واحدة فيهم فيها مايك تقدر ترد منه على المكالمات، تمام. البوكس يشحن السماعة 3 مرات، تمام. السماعات بتشحن في البوكس في حوالي ساعة، تمام، يعني هيكفي معاك اليوم كامل. يعني السماعتين دول لو فصلوا منك وانت في الشارع، تمام، السماعة بتشتغل حوالي من ساعة ونص لساعتين، تمام، وتحطهم في البوكس يشحنوا، بيشحنوا في خلال ساعة. فانت ممكن تستخدم واحدة او تستخدم الاثنين مع بعض زي ما انت عايز، تمام. والبوكس هيكفي 3 مرات معاك، فانت بره البيت انت السماعة مش هتفصل منك، صوتها كويس ما بيقطعش. المدى بتاعها حوالي 10 متر، تمام، في مكان مفتوح. يعني لو انت في مكان مفتوح عامل لها كونكت على الموبايل تمشي معاك لغاية 10 متر زي الفل وما تقطعش معاك، تمام. البوكس ده هو 300 ملي امبير، تمام، وزي ما قلنا ان هو بيكفي معاك اليوم كله، بيشحن 3 مرات. والسماعات لو انت سبتهم الاثنين شغالين كده من غير ما تشغل اي ميديا او ترد على المكالمات، تمام، يعني هترد بس على المكالمات، يعني انت بس مجرد ان انت عامل لها كونكت بس كده، السماعتين دول يقعدوا معاك ستاند باي حوالي من 4 ل5 ساعات متواصلين من غير ما يفصلوا معاك. يعني انت بس مرد على المكالمات والسماعات شغاله بس كده، يقعدوا معاك حوالي 4 او 5 ساعات، تمام. ده احنا انا بكلمك على الحاجه انا جربتها معايا حوالي اسبوع، فبقول لك رايي فيها منتهى الامانه ومنتهى يعني التجربه. زي ما قلنا قبل ما تدفع اي جنيه في الشراء من موقع اوكازيون. طيب هي هنا زي ما قلنا بتشتغل باللمس، فانت لمسه بترد على المكالمات على اي سماعه فيهم، لمستين بتسرع الاغنيه، 3 لمسات بتقلب على الاغنيه اللي بعدها، تمام. ده بالنسبه للخطوات بتاعت اللمس بتاعتها او ازاي بتشتغل. انت تعملها كونكت على الموبايل مره واحده بس وهتفضل معاك، كل ما تشغل البلوتوث هتفضل شغاله معاك، مش محتاج ان انت كل مره تقعد تعمل لها كونكت على البلوتوث او تفصل معاك. هنا كمان بتشتغل بلوتوث فيرجن 5، وده بيساعد ان هو يبقى فيه سرعه في الاتصال ومش هتقطع معاك كمان، لان بلوتوث 5 ده احدث اصدار من البلوتوث ومش معظم السماعات بتشتغل بيه. فاحنا هنا في اوكازيون بنختار سماعات مناسبه بسعر كويس، سماعه قويه بالنسبه للسماعات الموجوده في السوق، و صوتها كمان قوي، كمان سعرها اقل سعر في مصر على موقع اوكازيون. مفيش موقع او محل هيخليك تفتح وتجرب المنتج قبل ما تستلمه سواء اونلاين او محل، مجرد ان هو فتح الباكينج المنتج بتاعك سليم او بايظ، لا هتفتح. واحنا كمان احنا بنبقى مجربين المنتج قبل ما بيطلع من عندنا لحضرتك. حضرتك شرط اساسي تجرب معانا المنتج قبل ما تستلمه. حالة ان هو عجب حضرتك وشايف ان كله تمام، بتدفع الفلوس كاملة بالشحن بكل حاجة. ما عجبش حضرتك لأي سبب من الأسباب أو غيرت رأي حضرتك، هتدفع بس مصاريف الشحن. فإحنا مسهلين الدنيا جدا، إحنا واثقين من منتجاتنا جدا، مفيش منتج من عندنا بيطلع فيه أي عيب. حضرتك بتستلمه وتجربه، وقبل ما بنعرض أي منتج على الصفحة، في منتجات كتير، منتجات كتير موجودة في السوق، احنا بنختار المنتجات اللي بنشوفها كويسه واللي بنجربها واللي بتقعد معانا تحت التجربه فتره كويسه ونثق فيها انها ما فيش منها مشاكل، فبالتالي بنعرضها على موقع. فانا بقترح ليه
ان انت معاك ميزانية قليلة وعايز سماعة ايربود تكفي الغرض، هي الـ i11 هتكفي معاك وهتبقى كويسة جدا.